احتفلت راهبات مار يوسف في الأردن بعيد شفيعهن القديس يوسف في كنيسة شهداء الأردن للاتين في منطقة مرج الحمام، وذلك بقداس إلهي ترأسه غبطة البطريرك فؤاد طوال بحضور المطران سليم الصايغ وبمعاونة راعي الكنيسة الأب أسرف النمري وعدد من الأباء الكهنة والراهبات من المؤسسات الرهبانية المختلفة وجموع من المؤمنين. لك المجد والحمد أيها المسيح الرب، لك المجد والحمد أيها المسيح الرب. طوبى لسكان بيتك يا رب، إنهم لا يكفون عن تسبيحاتي. لك المجد والحمد أيها المسيح الرب. وألقى البطريرك طوال عظة القداس التي تحدث فيها عن حياة القديس يوسف ورعايته وخدمته للسيدة العذراء، مشيرا أن عظمة القديس يوسف بأنه كان رجلا صالحا بارا ومطيعا لصوت الملاك حينما كان يرشده في كل ضيقاته ومسيرته الحياتية. وخلال القداس رفع التقادم أمام مذبح الرب على نية الراهبات المحتفلات وعلى دوام حياتهن الرهبانية. وفي ختام القداس شكر راعي الكنيسة الأب أسرف النمري غبطة البطريرك على ترأسه القداس، داعيا للراهبات بدوام الحياة المليئة بالروحانية والبركة.